مساء الخير أعزائنا المشاهدين، أرحب بكم في عين الحدث. والليلة نتحدث عن الصحف الورقية في الأردن التي تتجه نحو مصير يعني مجهول. بالحقيقة أن الصحف بشكل عام يعني عم تتراجع بكل العالم. هناك يوميا عشرات الصحف التي تغلق في العالم كله. يعني ليس جديدا على أي دولة الآن أن هناك إغلاقات للصحف الورقية، ولكن يوم ما يحدث في الأردن أن هناك بعض الصحف الورقية التي تدعم من الدولة الأردنية من خلال الضمان الاجتماعي كالدستور مثلا، صحيفة الدستور التي تواجه صعوبات كبيرة جدا. هناك أيضا دعم كبير لبعض الفضائيات التي تنشأ حاليا زي المملكة، ملايين تصرف على هذه الفضائية والتي لم نشهد لها حضور بعد. إذن هناك مكيالين يكال بازدواجية لكثير من الأشياء، يعني يصنع مكيال لكل شيء بالأردن. هذه الازدواجية التي ستؤدي بكثير من الصحف الأردنية إلى الإغلاق حتما، وهناك إعلان اليوم صدر من جريدة الديار على أنها ستغلق أبوابها ولن تعود، يعني لن تصدر بعد اليوم، وهذا شيء مؤلم جدا. وهناك أيضا مشاكل كثيرة، يعني نترقب أن نسمع أخبار سيئة قريبا من بعض الصحف الأخرى. إذن ماذا يحدث وكيف نعالج هذا الموضوع؟ هل نحن في سياق طبيعي؟ هل هناك مشاكل حقيقية؟ هل تفرض يعني قيود معينة على بعض الصحف؟ ماذا يحدث في الأردن؟ للحديث حول هذا الموضوع نستضيف معنا الزميلة سعادة النائب رولا الحروب. أهلا وسهلا، شرفتينا دكتورة رولا. شكرا دكتور رعد. وأيضا الزميل دكتور محمود الخرابشي أبو محمد، أهلا وسهلا سعادة النائب، طبعا كل المحبة لكم. ويعني سمعنا بالأخبار المحزنة حول الديار، وسمعنا أن هناك مشكلات وربطوا أو ربطت هذه المشكلات في بعض الأشياء مثلا قرار منع الإعلانات القضائية، منع الإعلانات القضائية. وهناك من يقول أن هذه الإعلانات القضائية هي كانت أيضا لها يعني فوائد ولها كمان مضار. وهناك من يقول أنه تضرر أشخاص كثير من هذه الإعلانات. صحيح. لأنه الصحف، بس مش لأنها نزلت بالديار أو بالأنباط، لأنها نزلت في جريدتين مجهولتين ببيعوا ألف نسخة. نبدأ بحوار مفتوح حتى حتى الجمهور يعني يسمعنا. هناك من يقول، خلينا نطرح السؤال الأهم، هناك من يقول إنه هذه الصحف لن تغلق بسبب إنها صحف ورقية، إنما أغلقت لأنه مش راح يكون فيها تمويل. شو رأيك دكتور رائد؟ أولا مساء الخير لك ولجمهور هذه القناة المحترمة، وما شاء الله عنكم يعني مبدعين في كل الاتجاهات. أهلا وسهلا فيك. خلينا نحط الأمور في سياقها قبل ما ندخل في تفاصيل موضوع منع الإعلانات القضائية من النشر إلا في الرأي أو الدستور أو الغد بالصحف الأكثر انتشارا. هنيجي إلى هذا معيار الأكثر انتشارا. يعني لا، إحنا بنقول عن القرار، هيك هم بيحكوا، نتحدث عن القرار، أنه صدر قرار أنه سيكون هناك إعلانات أو الإعلانات القضائية يعني ستندرج وستكون فقط مخصصة للصحف الأكثر انتشاراً في المملكة الأردنية الهاشمية. صحيح. سنتحدث عن هذا الرأي الموضوع. والدستور فعلاً هم الأكثر طباعةً. بس هم بيحكوا الرأي والغد. عفواً، الرأي والغد هم الأكثر طباعةً والأكثر توزيعاً. هذا حقيقي. ممتاز. أما الدستور والأنباط فهما يتنافسان. والأنباط على سبيل المثال، مش لأنه إحنا يعني مالكين للأنباط، ولكن الأنباط في بعض المحافظات هي الأولى في التوزيع، تتفوق على الرأي وعلى الغد في محافظات مثل العقبة، مثل مادة. أنا سأعود لك ببعض الأرقام نتحدث عموما بعض. خلينا بعدين نحكي في المعايير. معايير لماذا وكيف بالأرقام طباعة كمان. ماشي ماشي، والمطبوعات إحنا جاهزين على الهواء. هلا بعطيك الارقام. طيب ممتاز بعطيك اياها، ما عنديش مشكله. لا خلينا نحط، طب من يحدد، من يقرر انه هذه الجريده او تلك هي الاكثر انتشارا في الاردن؟ من هو صاحب هذه هذه الوصايه هي الاشكاليه. شوف، للامانه الحكومه عملت خطوه صحيحه فيما يتعلق انه بعد صدور القانون، وهذا القانون يتحمل وزره بالاساس مجلس الامه الذي اقره وغير هذه القوانين. صحيح. ونص على انه في الصحيفتين الاكثر انتشارا. الان الكثير من الصحف اللي هي اقل تمويلا، خلينا نحكي، ما عندها راس مال كبير، هذه الصحف تعتاش بشكل اساسي على الاعلانات القضائيه. يعني صحف مثل الانباط، مثل الديار، مثل السبيل الى اخره، هذه الصحف كلها تمثل صحف معارضه وكلها تمثل الراي الاخر في الصحافه يعني الاردنيه. تقولي انه الصحف هاي اللي الان يعني ستغلق بالضبط،
هي صحف معارضة. خلينا نحط الأمور في سياقها قبل ما ندخل في التفاصيل. اشرحينا. خلينا ننظر للصورة الكلية دكتور رائد، بعدين بعد هيك نتطلع على التفاصيل الصغيرة. فضل. لأنه أحيانا رؤيتك للأشجار تعيق رؤيتك للغابة. أشكرك. الآن في هجمة حقيقية، محاولة لإعدام الرأي الآخر في الأردن، إعدامه يعني منعه من الكلام ومن الظهور ومن توصيل الأفكار. اطلع على حملات اعتقالات الناشطين على الفيسبوك، اطلع على المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية، اطلع على قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، المادة 10 المضافة، المادة 12 المضافة، المادة 13 القديمة اللي هي حتصير 14، والتي عندما تضعها في سياق المواد 10 و11 و12 تصبح أمام كارثة حقيقية ستؤدي إلى إغلاق الكثير من المواقع الإلكترونية وإلقاء الكثيرين في السجون، بل ومصادرة الأجهزة والأدوات والمعدات. وكمان تعرف أن هذا قانون الجرائم الإلكترونية دخلوا فيه بند خطير جدا في المادة 2 في تعريف النظام المعلوماتي، حطوا الترددات الفضائية. بتعرف أنه برنامجك هذا بكرة معرض أنه يعاقب بموجب المادة 11؟ يعني لا سمح الله، لا سمح الله. عموما هلا يعني أنا بديش أدخل في التفاصيل هاي، يعني معاقب على إيش؟ على أنه يعني إذا خرج أي كلمة بتحكيها قدح وذم وتحقير، سجن، توقيف، دخول للمكان، مصادرة الأدوات، تفتيش المكان، مصادرة الكمبيوترات الموجودة إلى آخره. زجوا حتى بالفضائيات في قانون هو للإلكترونيات وليس الفضائيات، للمواقع الإلكترونية وللسوشيال ميديا وما إلى ذلك. عموما إذن خلينا نحط الأمور في سياقها. يعني أنت تقولي أن هناك نظرية، يعني نتبع نظرية المؤامرة، أن خليني أكمل. لا مش مؤامرة. في شواهد، هذه ليست مؤامرة. هذه شواهد. طيب تفضل. السفن ستار سكرت، سحبوا ترخيصها لأنها تأخرت في دفع رسوم الترخيص، علما أنه صاحبها مليونير. يعني هو تأخر بسبب الإهمال، مش تأخر لأنه معهوش مصاري. وبالتالي سحب ترخيص السفن ستارز، والآن هو بلف كيف بده يجيب ترخيص جديد من مجلس الوزراء. سحب ترخيص 5-6 قنوات سلايد أخرى تلفزيونية، كلها بسبب نفس الموضوع، أنها تأخرت في دفع لأنهم طلعوا تعليمات جديدة. بلكي الموضوع اللي صار قانوني، يعني لماذا طلعوا تعليمات جديدة بموجب قانون الإعلام المرئي والمسموع الجديد؟ طلعوا تعليمات جديدة إنه إذا أنت تأخرت في الدفع مدة 45 يوم، أولا بترتب عليك غرامة هي نصف الرسوم، فإذا لم تدفع يسحب منك الترخيص وبصير بدك تتقدم إلى ترخيص جديد. إذن أغلقت عدد من المحطات الفضائية، وكلها محطات خلينا نسميها مشاغبة، يعني محطات التي تقدم الرأي الآخر، مش المحطات اللي في الجيبة، محطات الرأي الآخر. هذا وكل... سفن ستارز ما كنت أشوفها مشاغبة. لا عندهم زهير العزة، برنامج زهير. خلص أوكي، أنت يعني تقولي عندهم برنامج سقف عالي. أنت تقولي ونحن نستمع. هلا مش كل البرامج عسوية واحدة، كمان في الجوسات مش كل برامج سوية واحدة، في برامج هيك وفي برامج بس كانت تأخذ دعم يعني تمويل أوروبي، يعني كان معروف يعني حتى هو على لسان صاحب القناة كان يقول. ما أنا بحكي لك هو ما عنده نقص في المصاري. هو ليس لا يشكو، لا بس يعني ليس بس هيك يعني على هامش لا على لا لا هو لا يشكو نقصا في الأموال يعني. عموما عموما هلا إذا في مشهد، المشهد هذا يشير إلى ما يلي، إنه في محاولة لاستحواذ الحكومة على وسائل الإعلام مجددا من خلال هذا التلفزيون الجديد اللي بتطلقه تلفزيون المملكة اللي عم بيصرفوا عليه لحد الآن لسه ما شفناه على الهواء، من خلال السيطرة مجددا على وسائل الإعلام التقليدية، وبالتالي كأنها تريد أن توجه الرأي العام في المرحلة المقبلة بالاتجاه الذي تريده هي، أو تريد أن تنهي حالة وصول الرأي المعارض إلى الجمهور الأردني إلا من خلال القنوات التي تريده هي أن توصل هذا الصوت من خلالها. جميل. ليش؟ طيب. لأنه في استحقاق اقتصادي خطير جدا. طيب. ويليه استحقاق وجودي للأردن، سياسي أمني. طيب. في منتهى الخطورة. بدي أتحدث عن الجانب السياسي والأمني والاقتصادي، ولكن بدي أستمع من أبو محمد عن تشخيصك للحالة يعني بعجالة حتى ننتقل لبعض المواضيع الأخرى. لا بدك تسمح لي شوي. تفضل. يعني أنا أعتقد أن وضع هذه القوانين وتطبيقها بهذه الطريقة يعتبر إعدام للصحف الورقية ولكل العاملين فيها. نحن نتحدث عن مؤسسات وطنية، لا نتحدث عن أشخاص. صحيح. وكل العالم وكل دول العالم بأعتى ديمقراطياتها تعتبر الصحف الورقية هي عماد توجيه الرأي العام بغض النظر عن كل وسائل الاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي. وأجزم أيضا أن الحكومة خالفت الدستور بهذا القرار، لأن المادة 2 الفقرة 2 من المادة 15 تقول بأن تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون. الفقرة 4 تقول لا يجوز تعطيل الصحف ولا وسائل الإعلام ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.
فقرة 5 تقول يجوز في حال إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات ووسائل الإعلام والاتصال رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة الوطنية وأغراض الدفاع الوطني. المادة 6 أو الفقرة 6 من نفس المادة تقول بأن ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف. الآن نحن نتحدث عن مؤسسات كيف وطنية. اسمح لي. هلا باجي أسأل. ابتداء إذا لم تكن هذه الصحف صحف ومؤسسات وطنية، لماذا رخصتها الحكومة؟ صحيح. وحضرتك تعرف أنه الترخيص الآن اختلف عن الترخيص. بس هي وطنية بس قطاع خاص أبو محمد. ليش يعني القطاع الخاص مش وطني؟ يا سيدي كويس. بس لا أنت مش قطاع خاص أستاذ رائد. خلينا نحكي بمنطق. يا سيدي يعني كويس. يعني أنا ما قصدت أنه قاعد تقول أنه المدينة اللي بده يتم بناها عاصمة الأردن القطاع الخاص. يا أبو محمد صحيح، ولكن هذا قطاع خاص ممول من أفراد وليس من الدولة. لا كل قطاع الخاص ممول من الدولة يا أستاذ رائد. يا سيدي كويس. لا اسمح لي. أنتم ممولين من الدولة محطتكم؟ لا طبعا. طب كيف الحال؟ القطاع الخاص شريك حسب مفاهيمنا وحسب قانون الشراكة مع القطاع العام، شريك وفاعل أساسي في مختلف جوانب الحياة. حتى القطاع الخاص، القطاع الخاص ما بيخدم الوطن، ما بساهم بالتنمية، ما بعالج الفقر والبطالة، ما بشغل أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل وساهم ببناء الوطن. هذه مؤسسات وطنية. القرار الذي تتم اتخاذه الحقيقة قرار ارتجالي عشوائي غير مدروس، والهدف منه إعدام هذه الصحف كما هو الحال بالنسبة لإعدام بقية وسائل الإعلام والاتصال، خدمة لأغراض وأهداف محددة تريدها الحكومة. هذا القانون عرض على مجلس النواب عندما كنا بمرحلة سابقة ورفضنا أن يكون هنالك قانون التنفيذ. رفضنا أن تضاف المادة التي تقول في صحيفتين يوميتين محليتين الأوسع انتشارا. ثانيا طب الحكومة شو عرفها والأوسع انتشارا؟ الأكثر في عدد ما في عدد أستاذ رائد اسمح لي شوي. أستاذ رائد كويس بس الأكثر طباعة أخي، الأكثر طباعة لا يعني الأكثر انتشارا. صحيح. أنت يمكن تطبع 100,000 عدد. أيوة. وبالمناسبة نسبة المتجع تكون 60%. أستاذ الصحف بمعظمها تطبع وتوزع شيء متقارب جدا لعلمك، وارجع ما في دراسة عند الحكومة تؤكد هاي المقولة. وثانيا إذا كانت هاي المقولة صحيحة، طيب كيف بدها تصير هذه الصحف أوسع انتشاراً إذا ما حظيت بالدعم وإذا ما أتيحت إلها الفرص التي تمكنها أن تلحق بركب الصحف؟ ألم تحصل على فترة كافية أبو محمد؟ لا لا ما فيش فترة، ما فيش، ما حصلناش ولا على شيء. بالعكس اسمح لي. من 2010 الحكومة تحارب الصحف الورقية. صح. ومن 2010 الحكومة قطعت الإعلانات الحكومية وأيضا قطعت الاشتراكات التي كانت في الصحف الحكومية. اثنين في الصحف اليومية. اثنين الأهم من كل ما سبق، يعني القرار الذي تم اتخاذه كان يفترض أن يعرض على الناس. يعني حتى القانون يعني جرى سلق القانون بطريقة لم يعرض على الرأي العام ولم يجتمع فيها للرأي الآخر، وبطريقة توحي بأن هنالك خطة لتصفية الصحافة الورقية وتصفية أيضا بعض وسائل الإعلام الأخرى. هلأ إحنا كيف بدنا نتحدث عن ديمقراطية؟ كيف بدنا نتحدث عن رأي ورأي آخر؟ كيف بدنا نتحدث عن تنمية؟ كيف بدنا نتحدث عن تعزيز الرأي العام وتوجيهه وإيصال المعلومة؟ خليني بدي أوصل لك الرأي الآخر، بس نسمع نأخذ رأي الآخر عشان نفتح باب الحوار يكون في عنا رأي ورأي. بس طول بالك علي شوي، ما أنا ما حكيتش لسه بعد. أنت من أول بدك تسكتني؟ لا ليش سكتك؟ يعني إحنا التسريبات الإعلامية اللي تم تداولها كانت واضحة جدا أن الحكومة تريد إنقاذ بعض الصحف على حساب الصحف الأخرى. صحيح. وهذا ليس بعدالة، وهذا ظلم كبير جدا لمؤسسات الأردن الإعلامية الوطنية. للمعلومة القرار كان متخذ بالرأي والدستور بس. بس. بدون الغد. يعني دخلت بوسائل ضغط الغد. أيوة. وبعدين كيف صار التوزيع؟ حتى القرار اللي تم يعبر إنه مش صحيح قرار الحكومة الصحيفتين الأوسع انتشارا. طب الأوسع انتشارا صار ثلاث. واحدة تأخذ 50% والثنتين 50%، 25-25. تقدر تقول لي كيف خالفت القانون مشان بعض الصحف وبعض الصحف الأخرى أعدمتها؟ الموضوع الآخر، الصحف بمعظمها حتى الصحف الكبيرة الإعلانات القضائية والإعلانات هي أحد ركائزها وعمودها الفكري الذي يمكنها من الاستمرار. وبدي أقول لك شغلة، إنه أعتى الديمقراطيات بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية عندما تتعثر الصحافة وتتعثر وسائل الإعلام تقوم بتقديم دعم مباشر لها، وليس مش بس غير مباشر. وبالتالي أنا ما أردت أن أقول الحقيقة
أنه استهدفت الحكومة الصحافة، وهذا قرار ارتجالي غير مدروس وقرار يلحق الضرر. جيد. بعدين بدي أسألك سؤال. جيد. جيد. فيها الصحف الموجود الديار والأنباط والصحف الأخرى ما بتشغل أبناء وطن؟ نعم. ما بتساهم بتعزيز الرأي العام والديمقراطية؟ طيب مش أعضاء بنقابة الصحفيين؟ بس دعنا نستمع الآن إلى نقابة الصحفيين، رأي نقابة الصحفيين بالموضوع. أستاذ مؤيد، بس بدك تعطينا نحاور النقيب، لأن النقيب كمان موقفنا عليه مش راضين عن موقفه. طيب هاي أخي مؤيد، مؤيد أبو صبيح، مساء الخير. مساء النور دكتور. يعطيك العافية. على ضيوفك أخوي المحامي الأستاذ محمود الخرابشي والسيدة النائب الأولى للحروب، النائب السابق الأولى للحروب. أنت استمعت للحوار ويعني طبعا لديك الكثير لتقوله، تفضل. أولا نحن في نقابة الصحفيين نأسف لخروج أي صحيفة من المشهد الصحفي، واليوم ساءنا مغادرة صحيفة الديار المشهد الصحفي. نحن في النقابة نكون سعيدين لو تم فتح 20 صحيفة يومية جديدة، وهذا يثري المشهد الصحفي ويسمح بالتنوع ويسمح بإطلالة جديدة من الرأي والرأي الآخر. في موضوع الساعة دكتور رائد، وهو موضوع الأوسع انتشارا، نقابة الصحفيين تقف على مسافة واحدة من جميع الصحف اليومية وعددها 9 صحف، وهي الرأي والدستور والغد والسبيل والديار والأنباط. نحن في نقابة الصحفيين استضفنا يوم السبت الماضي اجتماعا لممثلي هذه الصحف، ولكن للأسف الشديد لم يتم التوافق، بطلب طبعا بالتشاور مع وزارة العدل من أجل وضع الوصول إلى تفاهمات حول الأوسع انتشارا. نعم. لكن للأسف الشديد لم يتم التفاهم بين ممثلي الصحف وفشل هذا الاجتماع. أيضا سيكون هناك اجتماع آخر يوم السبت المقبل لوضع خريطة استرشادية نحملها كنقابة صحفيين لوزارة العدل من أجل إنصاف هذه الصحف. كما تعلم دكتور رائد أن نقابة الصحفيين في قانونها هو الدفاع عن مصالح منتسبيها، ولا شك أن في صحيفتي الأنباط والديار والصحف الأخرى هناك منتسبين للنقابة، ونحن في النقابة سنبقى ندافع عن مصالح الزملاء في هذه الصحف. لكن من وجهة نظر أخرى، لا يعقل أيضا دكتور وضيوفك الكرام أن يكون سعر الإعلان القضائي يصل إلى 5 دنانير و10 دنانير. هناك أطراف متضررة مثل الصحف الكبرى، أيضا هناك أطراف متضررة مثل المشتكى عليهم والمشتكي، لا هذا حرم كثير من الناس من وصول المعلوم إليهم من خلال التبليغات. هناك قضية وأكثر من طرف، هناك قانون للمنافسة، نحن نخضع للقوانين، لكن هناك من أجرم بحق الإعلانات القضائية عندما خفض أسعارها إلى 10 دنانير و5 دنانير. طيب يعني واضح جدا. هذا لا يشمل لا الأنباط ولا الديار ولا السبيل. أستاذ مؤيد بعدك معنا؟ طيب لنستمع قليلا إلى ضيوفنا ونعود لك. يعني أنت الحقيقة، شكرا أخي، لكن الحقيقة موقف النقابة لم يكن هو الموقف المطلوب، خلينا نحكي بكل صراحة وأمانة. موقف النقابة كان موقف يميل إلى تأييد وجهة نظر وزارة العدل، ولم يكن هنالك وجهة نظر على الأقل وسطية بين الصحف جميعها بهدف استمرارية هذه المؤسسات الوطنية. الآن الأوسع انتشارا موضوع آخر. الاجتماع اللي صار الحقيقة أيضا كان واضح، أنتم قعدتوا افتتحتوا الاجتماع من خلال النقيب، وبعدها النقيب غادر مع الوزير دون أن يتم التوصل إلى أي شيء، وبالتالي لم يكن هنالك خطة عمل. الاجتماع كان فقط للإبلاغ بأن القانون سيتم تطبيقه على مرحلتين، قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون التنفيذ، سيتم تطبيق الأول ب1/11 والثاني ب1/3. الموضوع الآخر يعني مع كل الاحترام، أنه السبت المقبل حتى يكون هنالك خريطة للإنصاف، ما خلص هلا الصحف يعني مع كل الاحترام، وأنا متأكد أنها كلها راح تغادر لمصلحة الصحف اللي أنتم خليتوها. فيما يتعلق بالدفاع عن النقابة وأعضاء، يعني اسمح لي بس أكمل، أنا ما قطعتك. اسمح لي دكتور، أنا ما قطعتك سيدي، اسمح لي بس أكمل. تفضل سيد محمد. سيدي أنا ما قطعتك، إليك الاحترام، سأعطيك مساحة أخي، وجهة نظرك إلى كل الاحترام. سأعطيك مساحة أيضا فيما يتعلق بالدفاع عن مصالح الأعضاء ومصالح الزملاء. الحقيقة لا، الدفاع ما كان كما يجب، وما كان بالمستوى اللائق اللي كان يفترض النقابة أن يكون لها رأي فيما يتعلق بسعر الإعلان. يا أخي دقيقة، فيما يتعلق بسعر الإعلان أستاذ، لماذا لم تتدخل النقابة أو الحكومة وتقوم بدورها بتنظيم سوق الإعلان، بدل ما تروح تسكر الصحف وتعدمها وتنهيها؟ ليش ما تدخلت النقابة ووضعت منظور يعني ميثاق شرف، وضعت تعليمات، وضعت على الأقل اتفاقية، وقامت بتنظيم سوق الإعلان بطريقة محترمة تضمن استمرارية السوق؟ الأمر الآخر أستاذ، هذا سوق مفتوح،
وهذه عرض طلب. طيب. يعني مع كل الاحترام لحضرتك، صحيح في صحف متضررة، لكن الصحف المتضررة مهي منهارة والضمان الاجتماعي قدمها يا أخو طول بالك، يا أخو طول بالك. طيب. يعني كل الصحف الموجودة اليومية ما بدهاش 1% من اللي قدمته الحكومة لجريدة الدستور لإنقاذها، ولا بدها أيضا 1% من اللي قدمته الحكومة لبعض. طيب. الصحف الأخرى. الموضوع الآخر وصلت الرسالة. خلينا بس دقيقة. الموضوع الآخر المشتكى عليهم سيد، المشتكى عليهم كان بالإمكان كما قلت إنهم يقوموا بالاشتكاء على هاي الصحف إذا كان تضرروا من خلالها، لكن هم لم يتضرروا، تم نشر الإعلانات، وبالتالي هذه الإعلانات وصلت أو ما وصلت مش مسؤوليتي. طيب أنا. خليني بس لكن أسمع. أنتوا كنقابة وكوزارة عدل إذا كنتم مهتمين بالوطن وبمؤسساته، لماذا لم تقوموا بتنظيم سوق طيب الإعلان بطريقة منطقية وبطريقة قانونية وبطريقة حضارية؟ طيب نعطي الأستاذ مؤيد فرصة. تفضل أخي مؤيد. أستاذ أبو محمد أنا أشكرك يعني على سعة صدرك. نحن في نقابة الصحفيين قمنا بدورنا على أكمل وجه، وحملنا أزمة الصحف الورقية واتجهنا فيها إلى الحكومة في شهر رمضان الماضي، والتقينا مع رئيس الوزراء، واستجابت الحكومة لعدد من مطالب النقابة، من بينها كان رفع الإعلان الحكومي إلى 120% كما تعلم، وأيضا طلبنا بزيادة عدد الاشتراكات، ونحن دافعنا عن مصالح منتسبينا أمام رئيس الوزراء وفي جميع المواقف، التي حتى أمام سيدنا جلالة الملك عندما التقى نقيب الصحفيين مع سلة من الإعلاميين دافع نقيب الصحفيين عن الصحافة الورقية. أما في موضوع الأوسع انتشارا، نحن تلقينا العديد من الملاحظات من جميع الأطراف، من الصحف الكبرى التي تحت الصحف الكبرى والصحف المتوسطة والأقل انتشارا. نحن نقف على مسافة متساوية، هناك انخفاض وإجرام في سعر الإعلان، نحن سعينا للتواصل وسنبقى نسعى للخروج بتفاهمات سنحملها إلى وزارة العدل من أجل إنصاف جميع المؤسسات. وأريد أن أبلغك أستاذ أبو محمد أنه تم إرجاء القرار لمدة 14 يوم بطلب بالاتفاق مع وزير العدل حتى يتم الوصول إلى تفاهمات، لعل وعسى يكون هناك إنصاف لجميع المؤسسات. طيب. أستاذ مؤيد مساء الخير، يعطيك العافية. احنا بنقدر طبعا الجهود اللي بيقوم فيها مجلس إدارة النقابة، خصوصا النقيب الجديد له كل التحية، ولكن احنا عندنا عدد من التخوفات. هلا مثلا يعني انا اليوم التقيت مع الزملاء في صحيفة الأنباط وسألتهم، صحيح هم اللي بيديروا الصحيفة وإلها رئيس تحرير وإلى آخره، ولكن انا سألتهم عن همومهم وما هي المخاوف التي يحملونها، فقالوا كما يلي: احنا خايفين انه سعادة النقيب الزميل العزيز أنه ينحاز للصحف الكبرى لأنها تملك العدد الأكبر من الصحفيين المسجلين في النقابة، وهم هذول اللي بنتخبوا في نهاية المطاف. يعني الأنباط فيها 25 واحد عضو نقابة مقابل مئات موجودين في الرأي والدستور والغد، وبالتالي بيحكوا إحنا خايفين أنه الحسابات الانتخابية تطغى على حسابات العدالة، بمعنى أنهم يضعوا مصلحة الكبير قبل مصلحة الآخرين. هذه من جهة. من جهة ثانية موضوع معايير الانتشار والأوسع انتشارا، أنت عارف أنه هذه مسألة معقدة في ظل غياب معايير حقيقية ومؤسسات رصد حقيقية، وأنت تعرف تماما أن عدد النسخ المطبوعة والتي يتم توزيعها لا يعني بالضرورة أنها مقروءة، لأنك تعرف أن نسبة المرتجع في الكثير من الصحف تصل إلى 60 و65%. فإذا مش بالضرورة لأنك بتطبع 30,000 واحد غيرك بيطبع 12,000 أو 15,000 أنه أنت 30,000 تبعونك انقرأوا، مش صحيح هذا الكلام. وبالتالي هذه من جهة. من جهة ثانية أنت أشرت إلى أنه بعض اللي أعلنوا إعلانات قضائية تضرروا من حيث أنه نشروا في صحف، هذه الصحف ليست واسعة الانتشار، وبالتالي فوجئ أصحاب المال بأنه تم الحجز على أموالهم أو تم بيعها في المزاد العلني. ولكن اللي أنت بتحكيه صح، ولكن تنقصك معلومة. شو هي المعلومة؟ هلأ في صحف مثل الأنباط على سبيل المثال لم تتلقى أي قرار، لا استئنافي ولا تمييزي، يعني لم يأتي أي شخص متضرر ويطعن في أنه والله ليش أنت نشرت في صحيفة الأنباط، لأنه الأنباط واسعة الانتشار ومقروءة. ولكن في صحف أخرى اللي أنت أشرت لإلها اللي بتبيع بخمس ليرات وبعشر ليرات، واللي تأسست خصيصا لهذه الغاية، وهم عارفينها وإحنا مستغربين كيف فكرين عليهم. أنا بدي بس أكمل معلومتك. وأيضا الديار لم تتلقى أي شكوى بهذا الخصوص ولا أي نقد. تمام. هذه الصحف اللي هي مش صحف، اللي هي في شخص إجا أسسها لغايات أنه يأخذ الإعلانات القضائية وكسر السوق وكسر السعر وخرب الدنيا، وأنتوا بتعرفوا ساكتين وما عملتوش ولا
ماشي. والنقابة لم تتدخل بالضبط بالضبط بديش أحكي مين هم، ما بديش أسميهم. فإذا هذول الناس هم اللي تسببوا في هذه المشكلة، والقضية اللي أنت بتعرفها اللي حصلت مع إحدى سفارات الخليجية اللي هي تسببت في تغيير القوانين، وتمت الشكوى لجلالة الملك ثم للجنة اللي شكل بناء عليها لجنة تطوير القضاء، وراحت مغيرة كل هذه القوانين وأرسلتها دفعة واحدة لمجلس الأمة في دورة استثنائية، نشرت في الصحيفتين هاتين اللي هم اتألفوا مخصوص عشان ياخذوا الإعلانات القضائية، هم لا صحف ولا ما يحزنون ولا لهم علاقة بالصحافة. طيب. فإذا فخلينا بس والله خلينا نكمل. إذا إحنا اللي بدنا نحكي سعادة الأخ العزيز، اولا هنالك تفاوت في منسوب من هي الصحيفه الاكثر قراءه ان صح التعبير او الاكثر انتشارا بناء على المحافظات. يعني في بعض المحافظات تاتي صحيفه مثل الانباط تاتي اولى، في محافظات اخرى تاتي الغد اولى او الدستور، في بعض المناطق واضحة تجاه هذا الموضوع. ايوه، ولذلك ولانه لا توجد مقاييس واضحه، الكره الان في ملعب نقابه الصحفيين، اللجنه التي شكلت، وانا لو محل وزير العدل راح اعمل مثله. وزير العدل عمل قرار صحيح، حكى لك يا اخي انا ما بدي احمل وزر هذه الصحف. طب بصير اساهم، هذول الصحف اساهم معك شوي. تفضل. طيب اخي مؤيد دكتور هناك... بس في جزئيه بدي ارد على الدكتوره في موضوع تفضل. الموضوع الانتخابي، اولا مجلس نقابه الصحفيين نقابه الصحفيين تدار من قبل نقيب ونائب نقيب ومجلس نقابي من 9 اعضاء. نحن عندما نجلس على الطاوله نحيد الحسابات الانتخابيه، وبدي ابشرك يا دكتوره انا حصه الانباط وانا 25 زميل من الانباط انتخبوني. نحن في النقابه ندافع عن مصالح منتسبينا، وعندما بدأ الحديث في هذا الموضوع نحن قلنا نحن نقف على مسافه متساويه من الجميع. جميل. الراي والدستور والغد والانباط والسبيل والامم والشعب والديار وجوردن تايمز كلها صحف وطنيه تشغل زملاء. صحيح. أعضاء في النقابة، هذا أول موضوع. ثانيا في موضوع الأوسع انتشارا وأن الحكومة أو أي جهة لا تملك أي أرقام، القضية مركبة، كلنا نعلم أن الرأي هي من الصحف المتقدمة والغد والدستور، وهذا بشهادة كل الشارع الذي يعلم بهذا الموضوع، وهناك أقل تراتبية للصحف الأخرى. نحن لا نهضم حق صحيفة على صحيفة أخرى، هناك فتح المجال، الوزارة العدل قامت بمنح أصحاب الصحف أو ممثلين الصحف فرصة من أجل الوصول إلى تفاهمات. جرى اجتماع أول يوم السبت الماضي وسيجري اجتماع آخر، نأمل أن يكون هناك تفاهمات. النقابة بدورها ستحمل هذه المقترحات وتضعها في حضن الحكومة التي تضع التعليمات التنفيذية من أجل هذا الموضوع. هناك 14 يوم منحها وزير العدل، أتمنى أن يكون هناك تفاهمات وتوافقات على الأوسع انتشارا. طيب بس أنا أود أن أقدم سؤال للأخ مؤيد، ولكن ربما نضطر للاستماع للإجابة بعد الفاصل، ولكن السؤال هو بالشكل التالي: لماذا لا نقدم الدعم ولماذا لا نسمح للجرائد الإلكترونية بنشر هذه الإعلانات؟ على سبيل المثال هناك بعض الصحف الإلكترونية تشاهد من قبل نصف مليون، ملايين. صحيح. نحن نتحدث عن 50,000 نسخة مطبوعة، حوالي 50,000 فقط نسخة مطبوعة، لا نعلم كم من هذه النسخ يتم قراءتها في المملكة الأردنية الهاشمية. أيضا لماذا ندعم جريدة معينة من قبل 30,000؟ أعلى صحيفة تطبع 30,000. مش صحيح. أعلى جريدة. مش صحيح. أعلى جريدة تطبع 50,000 حتى نعطي الحوار. نزلوا الأعداد. بس دعني أكمل السؤال. هناك جرائد أو جريدة يعني تأخذ دعم من الحكومة بشكل كبير، هل يعقل إنه إحنا ندعم جريدة على حساب جرائد أخرى ونغلق جرائد أخرى؟ يعني هذا يعني تنقص العدالة. ألا تعتقد أخي مؤيد أنه هناك حاجة الآن لإعادة التفكير بكل الموضوع برمته؟ ولكن سأعطيك الحق بالإجابة بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. لا أنا حابب أقترح عليه اقتراح. معنا دقيقة. أنا أستاذ مؤيد يعني شكرا لك، وإحنا طبعا واثقين في مجلس النقابة الجديد، وإحنا من المؤازرين والداعمين. يعني أنا شخصيا كنت داعمة تماما لسعادة النقيب الجديد وللكثيرين من الزملاء في مجلس النقابة ومنهم حضرتك بكل تأكيد. أنا بدي أقترح عليك ما يلي. نعم. في ظل غياب معايير حقيقية للموضوع أقترح ومؤشرات قياس، أنا أقترح التالي. نعم. واحد. نعم. أن توضع المعايير التالية من قبل اللجنة اللي هي أحد أطرافها نقابة الصحفيين. نعم. واحد، الصحيفة التي تطبع 15,000 نسخة فما فوق. 2، الصحيفة التي تملك مكاتب في المحافظات.
3 الصحيفة اللي ما اجت عليها شكاوى استئنافية لفسخ القرارات او تمييزية لفسخ القرارات الصادرة ببيع. بدي استأذنك ناخذ الفاصل. نعود إليكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة الهامة حول الصحف الورقية في الأردن وأين تتجه هذه الصحف. إذن سنحاول الاتصال مع الأستاذ مؤيد من جديد، ولكن نعود إلى الحوار. إذن نتحدث الآن عن أن هناك ربما أكثر من اتجاه في الأردن نحو الصحف الورقية، وأيضا الحكومة تدعم بشكل قوي جدا وصارخ جريدة الدستور. أليس مش بس الدستور والرأي. خلينا دكتور، احنا يعني قلنا الدستور لانه هذا يعني لما احنا بنحكي الصحيفه الاكبر او الاوسع انتشارا وكانها محققه هذا ببطولتها الفرده، يعني مع كل الاحترام لزملائنا العاملين بالصحيفه كلهم مهنيين وكلهم رائعين والى اخره، ولكن صحيفه الرأي لو انتزعت منها الاشتراكات الحكوميه والإعلانات. لو انتزعت منها اولا الاشتراكات الحكوميه، يعني بمعنى انك ما بتدخل الوزاره وبتشوفها موجوده على طاوله كل وزير وكل امين عام وكل رئيس قسم وكل مدير مديريه وما الى ذلك، لانه ولكنها جريده الدوله. خليني اكمل لك. لو شلت منها هذه الاشتراكات حتى الجامعات، انا كنت مديره علاقات عامه واعلام، ما كنا نقدر نشترك مع حدا، فقط مسموح لنا نجيب الراي لا اكثر ولا اقل. إذا لو شلت منها هذه الاشتراكات الإجبارية التي تفرضها سياسات حكومية، ولو شلت منها الإعلانات الحكومية الإجبارية لأن الحكومة بتجبر مؤسساتها والتابعين لها على الإعلان في صحيفة الرأي، شو بضل دخلك من جريدة الرأي؟ كيف ستكون الجريدة؟ مين حيشتريها من أجل رأي حر موجود فيها؟ أنت بتعرف وأنا بعرف أنه سياسة التحرير فيها مضبوطة ومقيدة، وزملائنا أنفسهم بيشتكوا، كلهم مهنيين وكلهم مدربين وكلهم رائعين. جريدة الدولة يعني متى تتوقعي؟ طيب إذا ما في عدالة، إذا ما في عدالة المنافسة لما الحكومة بتدخل بقوة لدعم الرأي والدستور، إذا ما في عدالة في المنافسة. اسمحي لي طيب. اترك المنافسة. هلا صارت اجتماعات بوزارة العدل وبالنقابة. هاي الاجتماعات مبرمجة مسبقا بين الصحف الكبرى وبين الجهات المعنية بالقانون انه الرأي تأخذ 50% والغد 25 والدستور 25. هذا واحد، قسم السوق يعني. نعم. هذا واحد. ثانيا هذا مش عادل. ثانيا الصح الرأي والغد البعض. ما انا شو بقول لك، حتى هذا مش عادل، بقول لك هيك الاتفاق. الشغلة الثانية اللي انا بدي اقولها يا جماعة، احنا ما بنحكي عن مؤسسات شخصية، احنا نحكي عن مؤسسات وطنية يفترض فيها ان تعزز الحريات العامة والديمقراطية، وانه يكون لها حضور ووجود على الساحة الأردنية بكافة المعايير. الآن الأستاذ حكى عن موضوع الانتخابي، احنا سيدي من حقك كمان موضوع الانتخابي، وهذه قضية ما بنحكيش عليها. الموضوع الآخر اللي انا بدي اقوله، 14 يوم منحها وزير العدل، سيدي هاي ذر للرماد بالعيون، القانون تم اقراره ووضع موضع التنفيذ. شو الهدف الا تضييع الوقت وإيهام الناس إنه إحنا حاولنا؟ النقابة فقدت زمام المبادرة، زمام المبادرة خرجت من إيدها، ولو كانت النقابة، مع احترامي إلها ولأشخاصها، أنتوا أصدقاء وشبابنا ونعتز بيكم، كان من بداية الأمر أمام مجلس النواب قدمتوا رؤية غير هاي الرؤية، وعلى الأقل كان اصطحبتوا معكم رؤساء تحرير هاي الصحف اليومية لتقديم أنفسهم إنه يا عمي إحنا مؤسسات وطنية. الموضوع الآخر اللي أنا بدي أقوله، طيب شو المعنى الحكومة؟ اشترت، خلت الضمان الاجتماعي يشتري الأرض من الدستور، وخلوهم يشتروها، يشتروا المطبعة واشتروا المبنى، وأصبحت الدستور مثلها مثل الصحف الثانية، وقدمونها 3 مليون نقدا. هذا يعني أنه في عدالة، وأن الحكومة تقف على مسافة واحدة والنقابة تقف على مسافة واحدة من الصحف اليومية؟ 2 أو 3 يا أخي، هي هالجرائد اللي صارت أوسع انتشارا مع عدم تسليمي بكل الحكي اللي يقال، كيف صارت أوسع انتشارا إلا بحكم المدة الزمنية، بحكم الدعم الحكومي، بحكم الاشتراكات، وبحكم انه الحكومه معتمده انه جريده الراي هي جريده الحكومه وجريده كل مؤسسات الدوله، احنا مش ضد. الامر الاخر كان عدم الاحترام هاي الصحف اليوميه ان تعتبر مؤسسات وطنيه ناشئه وامامها مشوار طويل للحاق بركب هاي الصحف والوصول الى بر الامان.
كان يفترض ما نعدمها بهذا القرار، كان يفترض أن يتم تنظيم سوق الإعلان وأن تتدخل النقابة بكل ما لديها من مهام ووظائف من خلال حفاظها على حقوق الأعضاء النقابة، من خلال اهتمامها بالصحف اليومية، طيب. من خلال اهتمامها أيضا بالحريات العامة، من خلال اهتمامها أيضا بوضع البلد. يعني الآن لما تقتصر الصدور على 3 صحف، يعني هل يعقل أنه بلد مثل الأردن فيها أجواء ديمقراطية جميل جميل. لا توجد بغيرها؟ أنا أتفهم. هل يعقل أنه إحنا نقتصر هذه الصحف على 3 ونعدم هال4-5 صحف؟ ممتاز، هذه نقطة ممتازة. خلينا نسمع رأي مؤيد حول النقطة. تفضل. بس دقيقة بس نسمع رأي مؤيد عشان طولنا عليه. يفترض وضع معايير مثل ما قالت الدكتورة، انه الحد الادنى للطباعه قديش، مكاتب قديش منتشره، معايير ومؤشرات. الموضوع الاخر انه صحف ما عليها شكاوي سمعتها نظيفه والناس تحكي عنها باحترام. الموضوع الاخر يا اخي مع كل الاحترام والتقدير، احنا الان ما بدنا انه احنا نسلم كلنا الحكومه. صحيح حكومتنا، بس الحكومه قرارها غلط. قبل شوي قلنا النواب طيب. يا دكتورة، ما هي الحكومة جابت القانون صحيح. وبالتالي النواب مع كل الاحترام مرروه وكأنه هذا القانون لا يعني لا صحف ولا يعني إعلام ولا يعني حريات ولا يعني ديمقراطية ولا يعني شيء. طيب احنا بالتالي خلينا نسمع خليني اسمع احنا بدي احكي عن الديار. نعطي فرصة لمؤيد. احتجاجا على هذا القرار ولإحساسنا بالظلم وعدم عدالة هذا القرار وبأن الحكومة غير منصفة وأن النقابة لم تؤدي دورها، الحقيقة علقنا صدورنا. وهذا طبعا قرار تم اتخاذه من مجلس إدارة خلص. لا تعليق إصدار تعليق صحيح تعليق. طيب تعليق إصدار ما رأيك صحيح. أخي مؤيد بهذا الموضوع؟ أولا يؤسفنا أن تكون أن تقوم صحيفة مثل الديار بتعليق صدورها احتجاجا على هذا القرار. نعم، هذا أول شيء. ثانيا، النقابة ملتزمة بالدفاع عن حقوق ومصالح منتسبيها. أعود لما قالته الدكتورة رورا الحروب فيما يتعلق بالمعايير التي طرحتها، المعايير من حيث الأوسع انتشارا والصدور بشكل يومي وموضوع فتح المكاتب وعد من يتجاوز عدد طباعته 15,000 فأكثر. يوم السبت المقبل سيكون هناك اجتماع. نحن ندعوكم كأنباط، والزميل العزيز حسين الجغبير وله كل الاحترام، وأقول له كل الاحترام لجميع الزملاء في جميع الصحف اليومية وجميع العاملين ومنتسبي النقابة، نحن ندعو الأستاذ حسين الجغبير أن يقوم بحمل هذه الأفكار ووضعها أمام في الاجتماع ومناقشتها، وإن شاء الله يتم التوافق عليها. ونحن في النقابة نعدكم أن نحمل هذه الأفكار بقلب وعقل مفتوح ونتجه فيها إلى وزارة العدل ونقول لهم هذا ما توافقت عليه الصحف اليومية. ممتاز. نحن لا يضيرنا على العدل. نحن مع أي جهد من أجل يا دكتور. نحن مع أي جهد يطب في مطبخ يضغطوا. نحن مع أي جهد من نقابة الصحفيين. هذا القانون تم تطبيقه. طيب أخي مؤيد، يعني إلى أي مدى تستطيعوا أنتم الآن أن تقدموا ضغط كافي لإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح؟ يعني برأيك دكتور، نحن أي جهد سنقوم به مرهون بتوافق المندوبية وممثلي هذه الصحف. دكتورة رورا الحروب طرحت مبادرة، نحن في النقابة سندعو الاجتماع يوم السبت المقبل، سنستمع لجميع الأطراف. هناك أيضا الصحيفتين التي أشارت إليهما الدكتورة اتصل معي اليوم ولديه مبادرة سيضعها في الاجتماع. نحن سنقف على مسافة متساوية من الجميع، من الصحف الكبرى والأوسع انتشارا والأقل انتشارا. نحن مصلحتنا ببقاء الجسم الصحفي بمؤسساته بكيانه بأعضائه سليما معافى. نحن لن نكون سعيدين بمغادرة أي صحيفة المشهد الصحفي. نحن نقابة الصحفيين نكون سعداء بأن هذه المؤسسات وطنية تشغل أبنائنا زملائنا من الصحفيين تدفع رواتبهم. نحن سنقف مع أي جهد يصب في مصلحة هذه المؤسسات تماما. طيب تسمح لي، يعني أنا حابة أحكي شغلة. يعني تبدو القضية من لو حدا هلأ بفتح على المحطة وبسمع اللي إحنا بنحكيه، تبدو القضية وكأنه إحنا عم بندافع عن كم من صحيفة، عن أمور شخصية، عن كم من صحيفة. طب ما هي القضية برأيك؟ لا مش هاي، ما هي القضية؟ لا لا مش هاي القضية. بس بدي بعد ما أسمع منك بدي أسمع رأي مؤيد حول هذا الموضوع. والله تسمع أخي مؤيد، تستمع للست رولا. إحنا الآن لما بنحكي عن الصحافة الورقية، الصحافة الورقية تمثل كبرياء أي دولة. تمام. يعني لما أنت بتحكي أنا والله كان عندي في فترة من الفترات 10 صحف يومية وبعدين تنزل لثلاث صحف يومية، وربما التنوع السياسي هذا مش إنجاز. هذا مش إنجاز. هذه وصمة عار في حق أي حكومة تتم في عهدها. صحيح. الحكومات تفتخر بأنه والله أنا دخلت على عالم الصحافة كان في 3 صحف صاروا 5،
صاروا ستة صاروا سبعة احنا بس في بس ما هو عالم الصحافة يضمحل معلش يعني معلش على راسي على يصغر راسي على راسي دكتور رائد دكتور لن رائد لن ينتهي ولكنه عم يتقلص عم يتقلص هو مصدر للصحافة الإلكترونية دكتور رائد هلا إذا بدنا نحكي عن 20-25 سنة للأمام يمكن كل الصحافة الورقية ما تضلها موجودة وتتحول تماما إلى النسخ أكثر الإلكترونية أكثر من 80% من الصحف بالصحف في الولايات المتحدة الأمريكية مزبوط. وبريطانيا أغلقت صحيح في بريطانيا صحيح صحيح في صحف عظيمة تحولت إلى نسخ 80% إلكترونية يعني تبقى 20% فقط جميل جميل ولكن جيلي وجيلك وجيل الأستاذ محمود إحنا بنفضل الصحافة الورقية أنا لا أستطيع أن أستغني أني أمسك الصحافة هيك بورقة بحبرها وأشمها وأحطها أمامي الصبح مع فنجان القهوة ولا غيره وأقرأ ما بتعطيني المعلومة المواقع الإلكترونية تتناول أخبارا سريعة خفيفة ما في عمق ما في تحليل ما في جهد استقصائي ما في حدا بيقدم لك المعلومة العميقة والصحيفة الصحيفة الورقية تبقى بين يديك بينما الصحف الإلكترونية قد يغلق الموقع الإلكتروني والصحيفة الورقية الصحيفة الورقية تبقى بين يديك هم زمان هاجموا جاهموا شحان والعرب اليوم يعني هناك مبررات هناك مبررات لا لا بس ولكن هي تمثل أيضا حالة سياسية وتنوع سياسي وربما تنوع اجتماعي مش بس هيك هلأ خلينا ناخذ أولا من حيث المبدأ العام ثم من حيث الحالة الأردنية من حيث المبدأ العام الصحافة الورقية تقدم جهدا حقيقيا لا يقوم به أي موقع إلكتروني أبدا صحيح. من حيث الصحافة الاستقصائية التحليلات الإخبارية استباق الحدث وكتابة التنبؤات سقف الحرية الذي تمتاز به بعض هذه الصحف المعارضة اللي هو مميزها عن صحافة الحكومة الرسمية من مثل الرأي والدستور وما إلى ذلك فإذا إحنا بنحكي إنها تقدم شيئا لا يستطيع من اعتاده أن يستغني عنه يعني مجرد إنك تفقدها من حياتك هو خسارة هذا رقم واحد رقم اثنين في الحالة الأردنية إحنا عم نحكي عن صحافة الرأي الآخر هذه هي الصحافة التي ستغلق مش صحافة الحكومة اللي راح تسكر الحكومة لو تركت للمنافسة كانوا من زمان روحوا كانوا من زمان عيدوا كان ظلت يعني صحيفة يعني واحدة لي الغد لا بضل رأي ولا بضل دستور زمان طلعوا من السوق لا بضل رأي ولا دستور تبقى صحيفة واحدة بس بدي أقول لك شغلة اسمحي لي حتى هذه القرارات لن تنقذ هذه الصحف وستنهار بمرحلة معينة نتيجة لماذا لحجم الترهل ونتيجة أيضا للكلفة الزائدة اللي تتحدث عن الدستور مثلا الصحف الكبرى حتى القوانين القضائية اللي تم تطبيقها لن تنقذ الصحف الكبرى نظرا أول شيء لحجم نفقاتها الهائلة وثانيا بعض مظاهر الترهل الإداري نعم. والموضوع نعم. الآخر نعم. يا جماعة الحكومة مع كل الاحترام والتقدير يعني قرارها ارتجالي قرارها لا يمكن انه في عقلي صدقه كيف انت رخصت هاي الصحيفه وكيف انت احنا لما كنا نرخص مش كان 500,000 لازم تقدمي كفاله صحيح. تدفعي عليها رسوم الان صار الصحيفه 5,000 بس يعني قديش صار لها الانباط كم سنه كثير من 2005 من الفين احنا 2003 مع هذا وكله يعني لما تحكي عن صحيفه 2005 الانباط وتحكي عن الديار 2003 صحف صار لها وضعها بالسوق صحيح. صارت لها على الاقل قراءها صار لها متابعينها طيب. لا يجوز انك تعدمها لمصلحه صحف اخرى طيب بس مع الصحف الاخرى وتقديري الحجه الحجه نعم. التي تسوقها الحكومه وحتى النقابه بتخريب سوق الاعلان هذه حجه عليهم وليست على هذه الصحف يجب ان يتدخل ولكن هناك حجم استثمارات كبير ابو سيدي أبو محمد بالصحف الاخرى سيدي يعني ماشي. هناك مطابع قدرت بملايين سيدي ماشي الجنانية. ماشي حتى الصحف الاخرى ما هي بطلت بالها يعني هل لديكم انتم يعني مقدرات على ارض الواقع بغض النظر هذا مش المقياس اللي انت تحكي فيه لا انا انا بسال السؤال السؤال المهم مثل الانباط ومثل الديار ما إلها إشي أرضها انباعت استثماراتهم ما هي من جيبة الشعب الأردني من بعدين هي استثماراتهم من الضمان الاجتماعي أقول لك شغلة أقول لك شغلة هلأ الضمان الاجتماعي مش يساهم بأكثر من 40-45% بالرأي وب 37% بالدستور هذه مش أحساب الشعب الأردني وأحساب أموال والنقابات المهنية أنت كيف قاعد أنت هاي الصحف تدعمها معلش أنا هذه مؤسسات وطنية طب لماذا لم يقرر مثلا ضمان الاجتماعي أن يساهم معكم بهذا ما عرضناش إحنا يعني هذه صحف يعني إحنا سيدي العزيز مش بس قصة الضمان لا بس كانت الدستور اسمعني الضمان قرار حكومي يرأس مجلس الإدارة وزير العمل وكلهم معينين من قبل الحكومة قراراته حكومية مش بس الضمان أنا بدي أزيدك من الشعب خلينا نحكي عن معضلة الإعلان التجاري في الصحف المعارضة صحيح. عزيزي الإعلان التجاري يخاف من الإعلان في أي وسيلة معارضة سواء كانت تلفزيون معينة. معارض ولا جريدة صحيح. معارضة صحيح. ولا مجلة معارضة ولا موقع طيب.
لك سؤال ما بيعلم لانهم بيخالفوا بس سؤال واحد مشان الحوار مؤيد بس سؤال واحد تفضل. طب احنا مش سوق حر مش عرض وطلب؟ انت وين المنافسه المشروعه؟ وين تعدد الخيارات امام الزبون امام المستهلك؟ وين الحريه اللي انا الجا بيها؟ بس ابو محمد يعني احنا بنتحدث عن حجم اعلانات، انتم راح تغلقوا لانه مش راح تجيكم حجم الاعلانات هاي القضائي. اين مضمون اين مضمون سيدي؟ خلنا اجاوبك وين المضمون. العالم كله استاذ رائد، انت غريب يعني. انت غريب عن جو الصحافه استاذ. الاعلانات القضائيه والاعلانات اليوميه هي عمود فقري للصحف، حتى الراي اذا راحت عنها تنكسر طبعا، وحتى الدستور اذا غابت عنها. لعلمك الدستور نزلت الاسعار مثل بقيه الصحف الثانيه. الجريده الوحيده التي بقيت على اسعارها هي صحيفه الراي، صحيح ولا لا يا دكتوره؟ صحيح. واصبحت الدستور تتقاضى اجور نشر الاعلانات كما هو بقيه الصحف الاخرى، والانباط والديار لم تنزل اسعارها الا نتيجه للمضاربه اللي هلكتها. طب ممتاز، هذا احد المعايير اللي كنا نتحدث عنها. اصبح هنالك لزام عليها حتى تستطيع ان تستمر وتقدم رواتب لاعضائها وتدفع ضريبه. بعدين بدي اقول لك شغله، احنا خلال مسيرتنا وهذا الكلام موجود وموثق، اكثر من 2.5 مليون 3 ملايين احنا دافعين ضريبه مبيعات، وهذا موجود عندنا. احنا قاعدين نشغل اعداد حوالي 50-57 واحد اللي يشتغلوا. بس هيك انا بدي احكي انا بدي احكي معلومه وصلتني طبعاً. انا بدي احكي معلومه كيف بصير ناخذ مؤيد حتى نتروح والله قبل مؤيد نعم. بدك تسمع هاي لانها خطيره جدا. فضل. وصلتني من احد الكتاب الصحفيين المهمين جدا. نعم. قال لي ما يلي، انه دخل على احد البنوك، بديش اسمي مين هو البنك، فاكتشف ان هنالك لوائح تاتي اليهم من الحكومه وين تعلنوا، عند اي تلفزيونات تعلنوا، وعند اي صحف تعلنوا. يعني في توجيهات. وهذا بنك مش حكومي، بنك خاص، قطاع خاص. في توجيهات لراس المال المعلن اين يعلن عشان يحاصروك ويخنقوك 100% بعطيك اسمه بعد الحلقه طبعا. رن عليه واساله، وهو يعني هو واحد رن عليه واساله مش راح يحكي. قوائم اين تعلن هذه الجهه واين لا تعلن هذه الجهه، يعني تقسيم. هذا كلام يعني خطير صراحه. انتوا ترى مش من الجهات اللي مسموح يعلنوا فيها. اي نعم اخبرك بالله. تلفزيونين فقط بحكي لك، ناخذ راحتنا الان، بحكي لك اساميهم بعد الحلقه. اخي مؤيد، اخي مؤيد ماذا تقول حول هذا الكلام؟ نسمع دكتور رائد. تفضل استاذ مؤيد. اخوي ابو محمد وهو صديق عزيز حبيبي الله يسلمك. جريدة الديار أعتقد في شهر 6 الماضي أعلنت اعتزامها عن أول الصحافة بدمك، لأنكم أعلنتوا عن اعتزامكم على الحصول على ترخيص يومية جديدة كانت راح تكون ساخرة باسم جحا. مش هاي المعلومة مضبوطة أخوي أبو محمد؟ لا هو الحقيقة مش هيك. الحقيقة كان طرح من هيئة رئيس التحرير والمدير الإداري حتى يقدروا يصمدوا يعني ويغذوا وضع الجريدة. قلنا لهم لا، إحنا ما بنشتغل هيك شغلة مثل ما اشتغلها غيرنا. احنا نقوم هاي جريده مع كل الاحترام لكل الجرايد الاخرى، محترمه لها سمعتها ولها وضعها بالسوق. يعني لما تحكي عن جريده سنه 2003 لها 14-15 سنه بالسوق، وجريده لم تاتي ضدها اي شكوى ولا تثار حولها اي شبهه ومستمره. كان كلام مجرد طرح لبعض الافكار لانقاذ الجريده الحقيقه، لانه احنا بدون ما يقطعوا الاعلانات القضائيه والاشتراكات، خلينا نحكي بصراحه، من ايام حكومه سمير رفاعي نعم. عندما قام بقطع الاشتراكات بس والاعلانات نعم ام لا، بس خلينا نعود بس خلينا اكمل مشان اوصل رساله. انت مالك اليوم؟ لا ما هو كانك بالع ملح بارود، طول بالك علينا. شايف يا سيدي استاذ مؤيد؟ تفضل. من سنه 2010 لما كانت حكومه السيد سمير رفاعي وقامت بقطع الاشتراكات والاعلانات عن الصحف، الحقيقه كل الصحف تاثرت، خلينا نحكي بصراحه. والان بدي اقول لك شغله، يعني احنا ما بدنا ننشر الغسيل على الحيطان وعلى الابواب. الصحف اللي انت تحكي عليها الشهرين الماضيات ما كانت تنشر الغسيل، ما سكروا لك الجريده شو تم عندك، ما بهمش، ما كانت قادره تدفع رواتب. وانا بعرف انه اخذوا من البنوك واخذوا سلف ودعم حكومي وغيره، يعني احنا يكثر خيرنا اللي استمرينا وقاومنا كل هاي المده. واقسم لك بالله، اقول لك بصدق وبامانه، من سنه 2010 في خساره. طيب. فما بالك الان لما تروح انت وتقوم بقطع الاعلانات القضائيه اللي هي خليني اقول غذاء يومي لكل الجرايد سواء كانت الصحف الكبيره او غيرها. بقي معنا 3 دقائق بدنا ناخذ، بس بدي اسمع لمؤيد عشان الا اني اكلت يوم اكل الثور الابيض. نعم. لما سكروا العرب اليوم خنجر توجه في قلب الصحافه الاردنيه، وكانت مكيدة وكانت مؤامرة. طيب. دبرت وتم تخطيطها وتنفيذها سكرت. وانتهت جريدة كانت من أهم الجرائد في الساحة الأردنية. نعم صحيح.
مع الأسف الشديد. وهذا اللي حيحصل، حتلحقها الديار ويمكن تلحقها الأنظار. يعني أنتم أخي مؤيد ماذا ستفعلون تجاه هذا الموضوع؟ رجاء بدقيقة واحدة. إن شاء الله دكتورة ما بتلحقها ولا صحيفي، وإحنا يعني نأمل محمد أن يعيد النظر في قراره. الديار يعني صحيفي وطنية زي ما قال بتشغل 57 من أبناء الوطن. نحن يعز علينا في نقابة الصحفيين أن تغادر صحيفي أي صحيفي المشهد الصحفي. يا زين والله امبارح ناس بكمل أقسم بالله العظيم، أقسم بالله بكم. نحن في النقابة سنبقى ندافع عن هذه المهنة، وسنبقى ننحاز لمصلحة الصحف المؤسسات الإعلامية ولمصلحة أعضاء النقابة الذين نجلهم ونحترمهم، وإن شاء الله يتم هناك توافق يوم السبت المقبل. نأمل أن يأتي إلينا الجميع بعقل وقلب مفتوح حتى يتم الوصول لتفاهمات نحملها نحن كمظلة حاضنة ونذهب بها إلى وزارة العدل، ونأمل أن يكون هناك حل لدى وزارة العدل في حل هذه المعضلة. شكرا مؤيد أبو صبيح ممثل نقابة الصحفيين، أشكرك على هذا التواصل معنا، شكرا لك. بدقيقة واحدة، إحنا ما عندنا خلاف مع النقابة، يعني النقابة طرف يعني من هالأطراف، وهم للأمانة أنا بدي أحكي شغلة في حق وزير العدل. أنا شخصيا مبسوطة. طب هل في حل من أنا مبسوطة هل في من الإجراء اللي عمله؟ خليني أعطي للحكومة كريدت لمرة في التاريخ. هلا القانون سيء، التعديل اللي حصل سيء، بيحمل وزره الحكومه اللي بعتته ومجلس الامه اللي اقره، بيحمل وزره. ولكن وزير العدل للامانه عمل اجراء صحيح انه شكل لجنه، ما بده يحمل هو وزر المعايير اللي بدها تنحط. دكتوره بعد ما نفذ القانون شو شكل لجنه؟ ماشي يعني نضغط على بعض ليش؟ هو بنظام، هو بنظام. دكتوره مش نظام، ارجوكي خليك معي بس اسمعيني انت. شكل لجنه، هو شكل لجنه، جاب نقابه المحامين ونقابه الصحفيين. يضاف عباره الاوسع انتشارا وفقا لما يحدده وزير العدل بعد عبارة صحيفتين. طيب. محليتين يوميتين. يعني وزير العدل دوره انه يقول هاي 50% وهاي 25 ما 25 يا سيدي يعني ماشي بس بتطبق. ولذلك هو رمى بالكرة في ملعب اصحاب يعني الاختصاص. رولا تقول انه هو لا رمى هو ولا النقابة. تستطيع الان اللجنة انه هي تطلع بالمعايير وما عليه. توقعاتك بعشر ثواني، توقعاتك ماذا سيحدث الان؟ ماذا نتوقع؟ لا هلا المشكلة مش انه مين حيضل ومين حيرحل، رائد في مؤامرة لإخراج الرأي الآخر من الساحة. هل ستغلقي الجريدة؟ ما بعرف، أنا الآن تركت الأنباط بس ما بعرف حيغلقوا ولا ما راح. أنا الآن الحقيقة حتى إحنا ما نضحك عنا ونضحك عن الناس، الأمور واضحة تمام. بس بدي أقول لك ثواني، المادة 28 من قانون التنفيذ تقول ألف يعلن عن وضع العقار للبيع بالمزاد العلني في إحدى الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأكثر انتشارا اللي حددها وزير العدل، وللمدين وعلى نفقته الخاصة أن ينشر الإعلان بأي طريقة أخرى يراها مناسب. الآن إحنا كل اللي نحكيه مع كل الاحترام والتقدير، يعني يحق إذا لم يتم تعديل القانون أو الحكومة تقرر عدم تطبيق القانون من التاريخ المحدد بمتن القانون، كله حكي ما له قيمة، لا حكي وزير العدل ولا حكي النقابة. طيب. ولا حكينا الآن صدر القانون، المطلوب الآن أن يتم دراسة هذا الأمر وآثاره السلبية على تمام. البلد وعلى الوطن وعلى الحرية وعلى الرأي وعلى الديمقراطية. وصل. القضية ليست قضية شخصية ولا قضية الدكتورة رولا الحروب ولا محمود الخرابشي، قضية وطن، قضية وطن نعم. ومؤسسات. والأهم من ذلك أشكرك. النقابة تتبوأ موقع المسؤولية وتقوم بدورها وواجبها بتنظيم سوق الإعلان، والصحيفة اللي تخرج عن هذا الخط او لا تؤدي دورها وصلت الرساله. وصلت الرساله، شكرا. اشكرك. القصه مش قصه اعلان دكتور رائد، القصه قصه حريه صحافه، حريه الراي الاخر اصبح مستهدف. نعم اصبح مستهدفا. هي للاسف الشديد اشكركم سعاده محمود الحروب، سعاده محمود خرابشي، أشكركم على هذه الجلسة الرائعة، وأشكر السادة المشاهدين. أنا أعطيتك كل حرية، أعطيتك كل حرية. أشكر السادة المشاهدين على متابعتهم وكل المحبة مني. رائد قاقيشة، إلى اللقاء.